ما وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في شرم الشيخ يوم 30 سبتمبر المقبل، ذلك بحضور السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. في جمعية عمومية وافق المجلس في على جمعية عمومية للاتحاد الأفريقي، جمعية عمومية غير عادية للاتحاد الأفريقي إن شاء الله هتقام في شرم الشيخ في 30 سبتمبر، وديت لها أهمية طبعا كبيرة جدا. أولا يحضرها ان شاء الله جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، والجمعيه ديت هتتضمن او ابرز ما فيها انتخاب عضو جديد في الاتحاد الدولي ممثلا لافريقيا بعد خلو مكان او منصب رئيس الاتحاد الغاني السابق كويسي نيانتاشي. تعرفين ان هو خرج او استقال، وهو كان النائب الاول لرئيس الاتحاد الافريقي وعضو الفيفا، فالمكان خيلي، فان شاء الله في الجمعيه دي هيكون في انتخاب للمقعد الخيلي جمعيه في شرم الشيخ 30 سبتمبر. قبلها تعرفين في اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي برضه هيكون موجود في شرم الشيخ، وده يعني حدث كبير جدا. طبعا طبيعته اسباب كتيره جدا، انها جمعيه عموميه تسبق عارفين انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم إن شاء الله في 2019، فدي جمعية عمومية قارية، آخر جمعية عمومية قارية تسبق الانتخابات دي. هيبقى موجود ممثلين ال 54 دولة، في 3 ممثلين من ال 54 دولة، بالإضافة لبعض الشخصيات من الاتحاد الدولي، طبعًا على رأسهم زي ما قلنا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي. هيبقى موجود مجموعات تانية، سكرتير عام الاتحاد الدولي فاطمة سمورة تكون موجودة، طبعًا في شخصيات كتيرة جدًا ان شاء الله باذن الله مدعوه. ومجلس اداره شكل لجنه من الدكتور كرم كردي والاستاذ سيف زاهر واحمد مجاهد للاعداد للجمعيه. في الاعداد في امور كتيره جدا ما بين الاقامات والانتقالات ووجود المكتب التنفيذي والضيوف والاجراءات وخلافه.